نجوين القادمة من المدينة المطلة على بحر العرب لا تعرف شيئا عن الصحاري التي نزحت إليها مع أسرتها، لكنها تحاول التأقلم مع مكان جديد لم تألفه من قبل، وكل ما تبقى لها من الطموح هو مجرد مكان يؤويهم بعد أن تساقطت كل الأحلام في طريق النزوح من عدن إلى الجوف. كانت الحمد لله ظروفنا حلوة ومستقرة، كل شيء تمام. بعدين مع الحرب والضرب بسبب المجلس الانتقالي وبسبب الشرعية اضطرينا نحن نخرج، لأن الضرب كله لفوقنا لفوق بيوتنا ونحن معانا جهال. اتشردنا طلعنا لمارب، ومارب كله مزدحمة نازحين، طلعنا لهنا للجوف، وحالتنا هنا صعبة جدا مش مستقرة. كانت الحياة شبه مستقرة حد قولهم، لكنها سرعان ما تحولت إلى جحيم. لعل هذه الأسرة ليست وحدها من فرت من صلف وتعسفات قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات التي أشعلت الحرب في جنوب البلاد، متسببة بترك مئات الأسر لمساكنها في عدن. وإلى هنا في صحاري النزوح كانت وجهتهم الأخيرة، حيث تتشابه ظروف المعيشة القاسية وتتفاقم مأساة هؤلاء خارج حسابات واهتمامات المنظمات العاملة في الجانب الإنساني التي لم تبادر لتقديم المساعدة لهم والعمل على التخفيف من هذا الوضع. أتمنينا غلّ فرحنا متين دولة تستقبلنا، احنا بتقوم بتهم بنا وبتصرف لنا جميع المواد الغذائيات، يعني بتوفرنا احنا سكن، بتوفرنا احنا عمل، لكن حتى المنظمات يعني حتى مش مهمين في النازحين. جدار بلا سقف هو العنوان البارز لحرب قررت التحالفات وأطماع النفوذ في العاصمة المؤقتة عدن، حيث دفعتهم ليكونوا مهجرين ونازحين. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.